أدرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني حيث تقدم الرئيس السيسي بخالص التعازي والمواساه في وفاه نجل رئيس مجلس السياده السوداني داعيا المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الاسره الصبر والسلوان. هذا وقد توجه الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان بالشكر للرئيس السيسي على الاتصال معربا عن تمنياته لمصر بالخير والامان.